مشاهدينا قناه هلا، اهلا وسهلا فيكم جميعا. احنا اليوم موجودين مثل ما شايفين بالخلفيه مينا عكا وبحر عكا، ويا خوف عكا من هدير البحر ما كذب المثل. على كل حال موضوعنا له علاقه طبعا بفعل الخير، اعمل خير وزت بالبحر مثل ما قالوا اجدادنا، وطبعا يا ترى شو راح يكون؟ بنعمل خير وبنلاقي خير ولا لا؟ 2022 شرفت على الانتهاء، 2023 على الابواب، رايكم الصريح بهمنا. مشاهدينا بداية لقاءاتنا بعكا من جاليري نوايا، مهم جدا طبعا نحكي من خلاله أيضا على هالموضوع الحلو، موضوع اعمل خير تلقى الخير واعمل خير وزت بالبحر. اليوم موضوعنا بالحلقة، بسعدنا نكون معنا يزيد سعدي، أهلا وسهلا فيك يزيد. مرحبا بسيم. يزيد، يعني بجاليري نوايا أول شغل خلينا نعطي هيك فكرة للمشاهدين، مشاهدي قناة هلا، شو هو جاليري نوايا ببداية عكا طبعا مقابل الجزار؟ يعني الفكرة من جاليري النوايا هي أن يكون مقهى ثقافي اللي تصير فيه أمسيات من هبة ودب، يعني ممكن تكون أمسيات موسيقية، ممكن تكون محاضرة، ندوة كتاب، دورات حرفية زي نحت على الخشب، روبوتيكا للأطفال، مسرح للأطفال، وصارت قصة. الفكرة أنه يكون في مركز ثقافي بعكا، والفكرة كمان أنه كواحد فنان يعني بقدر اسمح لحالي انه اكيد وكاتب كلمات وكل هاي الشغلات، اللي كان كمان بريت عكا، بريت البلاد، وكمان كنا سنين بحيفا، فحاليا الحركه الثقافيه عندنا يعني متقوقعه بس بحيفا، مع انه حرام انه يكون هيك، ومنيح انه تنشر. اكيد وعكا طبعا عليها كثير ناس عم تيجي لهون. عكا من ناحيه سياحيه هي تاني بلد بعد القدس من ناحية سياحية، فبيجي مثلا من يعني بس اللي جايين من الخارج بيجي شي 2 مليون سائح بالسنة، هاي غير السياحة الداخلية. فليش ما يكون طبعا يعني مقهى ثقافي بعكا؟ برامجه أكيد يعني بتكون دائما أسبوعيا ولا شهريا؟ يعني برامج حسب، عن جد حسب الأمسي، ما في إيقاع معين وحسب ال يعني نحن نتمنى لك كل خير. وعلى ذكر الخير يزيد، يعني أنا بعرف إنه كتير ناس بسنة 2022 قالت يلا بنعمل منيح وبنزت بالبحر، لابد إلا هالموج خاصة بحر عكا يعاود يعني يزقلنا هالخير اللي عملناه، شو رأيك بهالكلام؟ إن شاء الله. أول شيء في ناس كتير بفكروا إنه اللي بعمل خير ممكن يكون ساذج او بسيط. انه ياكلها بسيط. انا بفكر العكس، انا بفكر انه بتعمل خير اول اخر بده يرجع لك، حتى اذا مش اسا بكره، السنه الجاي، بعرفش امتى راح يرجع لك. يعني السنه الجاي على الابواب 2023، شو عندك مشاريع هيك زيد تشكنا فيها على قناه هلا؟ يعني هذا مشروعي الاساسي هالايامات، تركت كل شيء عشان اتركز بهذا المشروع، رجعت على عكا، بهمني انه هذا المشروع يتقدم يزدهر، يصير مساحه للجميع عن جد. حلو انه يعني انسان يفكر كمان بغيره، كمان من ناحيه ثقافيه يستقطب عدد كبير من الناس كمان تيجي كمقهى وجاليري ثقافي نوايا. يزيد افكارك طبعا ما بتنضب اكيد، وانا بعرف انه عندك كمان مشاريع فنيه، كتابه كلمات، بعدت شوي ولا كيف؟ يعني علاقتي مع الفن شو بدي اقول لك، طلعت ونزلت. مرات في الاحباطات اللي بتكون من المجال، خليك تكتب، مرات الاحباطات لها حسناتها ومرات لها حسناتها. ف يعني في عندي فترات هالفتره هاي شوي تركزت بهذا المشروع اكثر، شوي بعدت عن الفن بشكل شخصي، بس انا دائما حوالين يعني اذا انا بعملش فن انا حوالي فنانين بالضبط، ومع ذلك يعني مش يعني الفن هي لعنة وبركة بنفس الوقت. وبنفس الوقت نقدر صعب الانسان يبعد عنه كمان، ما هذا هو انه يعني حتى انا حاولت انه ابعد بس بضل يرجعك. اكيد يعني على امل انه الفن يبقى معنا ونبقى دائما هيك باستمراريه وعطاء كمان، لا ينضب ابدا. احنا بنقول الفن خاصه كل المتذوقين للفن واللي بحبوا الفن. يزيد بنهايه لقائنا يعني بنتمنى لك هيك سنه خير تكون 2023. شكرا كثير. واذا عندك كمان هيك امنيات تشركنا فيها بال 2023، شو امنيتك الخاصه والعامه؟ يعني أمنية العامة بيصير في ازدهار، هدات بال، خلص قافة العنف، احنا بنقول دايما ما نعود نسمع هاي اكيد. انا في عندي كي بقولوا افكاري ونظرياتي على الموضوع، بالاخر احنا صرنا 2 مليون شخص، ولا يخلو الامر انه في عندنا حوالي بالمعدل 100 حالة قتل بالسنة، شوي اكتر. احنا بنتمنى انه
تتناقص وتتناقص اكثر ان شاء الله. بال 2023 ما يكون ان شاء الله، يعني دائما احنا بنقول انه هالخاتمه تكون خاتمه يعني ننساها نحطها ورا ظهرنا، و 2023 ما نسمع فيها عن خاصه القتل والعنف وكل هاي الشغلات. يزيد، بنهايه لقائنا كمان بدك تختار رقم من 1 لـ 7، شو بتختار؟ 7. حلو، ليش 7؟ في سبب؟ اكثر الفنانين بيختاروا 7، يعني السما 7، شو بعرف من هذا، نشوف شو. انت كثير الحسد من الجيران بيقولوا، مع انه يعني مش دائما بزعلوا علي جيراني كمان، الحسد من الجيران والغيره من مين؟ يعني كثير ناس بزعلوا انه على الطرفين رح يزعلوا، اذا الجيران او مين بخصونا. يعني صعب علي احدد لك بشكل عيني، بس الغيره عاده تيجي من حدا مش واثق من حاله يعني. صح، هو اكيد، ولكن بالامثال قالوا انه الحسد من الجيران والغيره من ناس مقربين إلنا، يعني حوالينا. مين؟ القرايب يعني. صح، يعني القرايب كانوا يقولوا عقارب حتى ويزعلوا كلهن. انا بتامل انه لا، ان شاء الله انه لا، يعني ولا حتى الحسد من الجيران. عندك جيران اكيد؟ انا الحمد لله جيراني كلياتهم مناح فما تزعلوا منا. الحسد من الجيران والغيره من الاهل والقرايب هذا كله غلط. احنا طبعا لا بدنا حسد ولا بدنا غيره، بدنا الكل يكون بال2023 هيك يعني متقدم متميز ناجح ان شاء الله. كل سنه وانت سالم يا زيد. سالم بس لك وبالنجاح لنوايا. تسلم، شكرا كثير لك، وانتم معزومين باي وقت بيتكم يعني. يشرفنا، شكرا لك يا زيد. مشاهدينا متابعين على قناه هلا، موضوع مهم جدا خاصه بنهايه 2022، يعني على مشارف وعلى بدايه 2023. كل الناس بتقول لك اعمل خير بتلاقي خير، اعمل خير وزدت ببحر عكا، واحنا موجودين بعكا اليوم. بسعدنا يكون معنا، نتعرف عليه. حسين علي من عكا. اهلا وسهلا فيك حسين. حسين، سمعت الموضوع، الموضوع يعني موضوع شائك، في ناس بتقول عنه، مع انه يعني فعل الخير بجنن وملان اهل خير بعكا. اكيد في ملان اولاد حلال اللي بيعملوا خير يعني، وبيحكوا علينا باللي منيح، وان شاء الله احنا بدنا هيك الحياه يعني بالمجتمعنا العربي، يعني يكون خير وفعل منيح للمجتمعنا، لانه احنا وصلنا لوضع الاخ صار يكره اخوه، وفش امل يعني، الواحد فقد الامل بالاوضاعنا اللي احنا فيه. قديش بال 2022 عملت خير مثلا مع ناس ولقيت بدال الخير شر منهم؟ الصراحه كثير كثير، انا اللي صار معي الظروف يعني اللي عملت معي منيح وبالاخر بتلاقي ابيح. ايوه بالضبط. ولكن انت مستمر يعني، ما تغير عندك شيء؟ اكيد اكيد، فيش شيء يعني. انا الحمد لله يعني من فضل ابوي الله يرحمه يعني، تربيت ابو ربانا هيك يعني، وراح نضلنا هيك يعني، وكيف بيقولوها يعني، ان شاء الله كل العالم يعني تكون تعمل خير، لانه بالاخر بنزت بالبحر، بحر عكا قريب. برايك انه بنزت بالبحر بيجي يوم مثلا هالموجه تيجي علينا موجه خير؟ ان شاء الله ان شاء الله، السنه 2023 تكون خير علينا، على مجتمعنا العربي وعلى اولادنا وعلى الكل ان شاء الله باذن الله. امنياتك بال 2023 يعني، في امنيه خاصه وامنيه عامه. امنيه عامه كل الناس بتقول لك السلام الشامل والعادل، ناس كثير بيقولوا لك كمان ينتهي العنف، نبطل نسمع عن اشياء متعلقه بالعنف. أكيد. شو امنياتك؟ اكيد انه بكفي يعني، ان شاء الله السنه الجايه تيجي علينا وقف الدم، يوقف، لانه حرام الشباب اللي مثل الورده تروح، لانه هذا الاشي صعب على الاهالي اكتر اشي، واللي عم بيموتوا اللي عندن اولاد، وهذا الاشي صعب. ان شاء الله السنة 2023 يكون احسن علينا، وتكون اخوة بايد بعض ونحب بعض، وبلاش العنف وبلاش الدم. صح. على كل حال بنهاية لقائنا احنا دائما متعودين تختار رقم من 1 لـ 7، شو رح تختار حسين؟ 10. من 1 لـ 7؟ من 1 لـ 7. حلو النكتة. من 1 لـ 7 5. في سبب ليش 5؟ لا فش، ما في سبب. كثير ناس بتقول لك 5 بعين الحساد. بيقول المثل الجاجي ما بتحلم الا بشو. زمان كانوا طبعا بوقت الحصيدة يعملوا شغلة للقمح يستعملوا غربال فيها، فالجاجي ما بتحلم الا بال من غربال. من غربال. بال بال بالغربال. بال مش بالغربال، بال يعني يعملوا شغله بالغربال. غربلوا القمح. صح. فكلمه واحده، الجاجه ما بتحلم الا بال غربال القمح. يعني كلمه واحده، بالغربله. بالغربله. حسين طلعوا له بالونات، يعطيك العافيه، بتمنى لك سنه خير. اهلا وسهلا فيكم، تشرفنا، واحلى موقع هلا، واحنا بنتابعكم كثير، وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. لك كمان سنه خير عليك وعلينا ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا بسعدنا يكون معنا مركز منطقه عكا القديمه من قبل البلديه سيد هاني اسدي، اهلا وسهلا فيك. صار خير لك جميعا. اهلا وسهلا فيك. يعني هاني لو انه متفقين معك ممكن تاخرت. صدفه احسن من الف معاد. كمركز بهالبلد القديمه عكا من قبل البلديه، احكي لنا شوي على المشاريع اللي كانت بهالعام، قديش انت راضي عنها، حتى نسالك على موضوع الخير، اعمل خير وزدت بالبحر.
طلع المشاريع بتخلص عكا القديم تعرف، الى محبينا، الى رونق خاص، الى زائرين الخاصة، الى الحجاج الى دائما اللي بيحجوا لها يوميا. عكا عم نطورها، عم تفي الى يعني برامج، الى خرائط، الى يعني ايش بقول لك هاي التطورات، الافكار اللي لتطوير البلد حتى يتسنى للزائر وسائل الراحة. وتعرف عكا القديمة تسهيلات خاصة طبعا مصاف سيارات تستقطب أكثر من حجمها، فالحمد لله عم بتحاول تضم قد ما بتقدر من المحبين، وبنتأمل إن شاء الله في مشاريع بال 2023. أنا بعرف مشروع المينا يعني مشروع بجنن بس بده وقت تيخلص. في مشاريع اقتصادية، في مشاريع سياحية، في مشاريع للسكان اللي هي المدارس، للبنية التحتية، في كثير مشاريع اللي احنا عم نتأمل إن شاء الله إنه خير يعني تكون خير تكون علينا ان شاء الله. بس متأمل نرجع لموضوع الخير هاني. يعني هاني اسدي سألنا سؤال انه قديش الناس بتقول لك اعمل خير وزد بالبحر، والبحر قريب علينا هنا بعكا، قديش انت عم تعمل خير وزد بالبحر بال 2022 ولكن هالبحر مش عم بيرجع لنا بموجة خير، شو عم نعمل؟ نحن نتأمل اذا البحر ما بدي يرجع خير في ربنا ما بنصح حدا. الواحد يعمل منيح وزد بالبحر بالآب بقول لك عند ربه. صح. احنا ان شاء الله بنتامل ان شاء الله السنه هاي، مع انه احنا كيف بيقولوا ما فيش بشائر خير 2023، بنتامل برايك يعني 2022 كانت كثير صعبه، يعني 2022 صعبه، بنتامل ان شاء الله يعني 2023 تكون اهون شوي اخف، بس التاثيرات بتاثرش على ان شاء الله. طبعا احنا ان شاء الله اتكالنا من جوا، احنا من جواتنا اذا احنا بننوي انه تكون مثلا احسن، ما بنقول شمس، احنا بنقول احسن تكون ان شاء الله. ان شاء الله وقفت علي وعليك هويني، المشكله احنا السياسيين والدوليين الدول على كل حال. شو بدنا بالسياسه يا هاني؟ بدنا تختار لنا رقم من 1 لـ 7 بنهايه لقائنا، شو بتختار وليش؟ 7 في سبب الاغلب بعك يا جماعه 7 و5 4 7 تاريخ ميلاد 74 كمان تذكروا يعني بهديه لهاني اسدي. بيقولوا باع الطربوش يا هاني واشترى شغلي على وزن طربوش، بدي اساعدك يعني باي مناسبه بعكا بتلاقيهم ببيعوا غزل البنات، صح؟ غزل البنات له اسم ثاني على وزن طربوش، باع الطربوش واشترى هالشغله. باع الطربوش واشترى، هات نساعد هاني كمان. السكر هذا بنفشوه نفش غزل البنات، هو غزل البنات على وزن طربوش، طربوش منفوش، باع طربوش واشترى منفوش، منفوش طلعوا له بالونات لهاني اسدي. وعلى امل انه عن جد كل مشاريع البلديه تكون كمركز ببلد القديمه تكون هيك بال 2023 ناجحه وتنتهي على خير، تكون كنت خير وسلام ومحبه ان شاء الله، وانتم ان شاء الله موجودين معنا وراح تتابعوا دائما والبول من ان شاء الله عبر موقع فند ان شاء الله، والدكتور بساب وهلا والجميع ان شاء الله. شكرا شكرا مشاهدينا متابعين من اسواق عكا هالمره، وطبعا يعني الناس الاطياب موجودين وين ما كان ايضا بعكا، بسعدنا يكون معنا ونتعرف عليك. إيه غوار احمد زكور، هيك الاسم غوار؟ اسمي احمد زكور بس إيه ما بعرفوش، لا اقول غوار كل العالم بيعرفوك، كل العالم بيعرفوك يعني، والله يسعده مثلا دريد لحام عنا الاسم. واحنا اليوم بنعتز كثير بالتلفزيون هذا، لانه التلفزيون هذا يعني بتشوف كل شيء فيه، كل المشاكل، كل القصص، كل هذا. هي اذاعه اخبار، قصدك انت الاخبار كل شيء، يعني اذاعه 100%. الله يسعدك. على كل حال غوار انا بدي اقول لك باللبق تبعك، تفضل. قديش انت ماشي على مثل اعمل منيح وزد بالبحر وهي بحر عكا جنبنا؟ اعمل منيح وزد بالبحر لا حاليا موجود منه، اعمل منيح وزد بالبحر. بعدك بتعمل منيح يعني بال 2022 عملت كثير منيح؟ انا صار لي هون من سنه ال 74 كل حياتي الحمد لله اساوي منيح، اعمل منيح وزد بالبحر. اكيد انت طبعا عم تنشل السمك من البحر. بنشل السمك بالبحر، وفي كثير نسبه عاليه من العالم انه وضع مش منيح، صح؟ واحنا قديش نقدر بنساعد، احنا لما بنساعد العالم الله بيساعدنا، صح؟ هذا فعل الخير طبعا، انه الله ميسرها معنا الحمد لله ان شاء الله. على طول بال 2023 رح تمشي على نفس المثل اعمل منيح، معلوم واكثر كمان، واكثر، وقديش بقدر اعمل فعل خير بقدر بسوي فعل خير. حلو، يعني احنا على ابواب 2023. عندك امنيات بتحب تشاركنا فيها خاصه وعامه؟ امنيات انه العالم تكون مبسوطه ويخف الاجرام، يخف المشاكل بالقرى العربية بالمحلات. احنا من ان شاء الله بدنا اياهم يكونوا مناح ومبسوطين، وهذا كله زيادة، حرام على الشباب، حرام على هذا كله اللي بيروح. يعني كل العالم بتحب بعض، يعني المشاكل بطلت بعكا صارت بالقرى، كل المدن، المدن والكرة ايضا. على امل انه يعني امنيتك تتحقق لانها امنية عامة للجميع كمان. بدك تختار لنا رقم من 1 لـ 7 بنهاية لقائنا، من 1 لـ 7 7
في سبب للسبعة؟ أغلب أهل عكا اختاروا سبعة. لأنه سبعة نمرة حلوة. حلو. أنت مش بقول رقم سبعة؟ ابن الداي زمان ما كانوا ياخذوا على المستشفيات طبعا عند الولادة، يجيبوا داي على البيت. كانت ست داي. كمان. هاي ست لغوار داي كانت. ست كانت داي. فممكن. أنا خلفتني داي مش مستشفى. ولليوم في كتير مدن وقرى فيها داي. بيقولوا ابن الداي ما عليه شو؟ ما علي. من موضوع يعني نخبي عليه شغله. ابن الداي ما عليه على وزن داي من خبي. مخبي. من خبي على وزن داي، ابن الداي ما عليه مخ. لا. مخباي مخباي. بقولوا بلولات لغوار ابن الداي ما عليه. احنا ايش عليه مخباي؟ الله يرحمه الوالدي كان عمره 85 وابوه 89، ماتوا بشهر واحد. الله يرحمه. احنا 12 اخو واخوات مع بعض، 8 جابتنا الداي. حلو. واربعة بالمستشفى كانوا صغار، اما انا الداي جابتني. مين كان اقوى برايك؟ الداي سحبتني سحب. اللي سحبوهن الداي كانوا اقوى صح؟ معلوم طلع بيطلع اذكياء كمان. يعطيك العافية، زعلوا منك كل المستشفيات اليوم يا غوار. والعام انتم بخير وسنة منيحة علينا وعلى الجميع. نتأمل اللي كل يحب بعض. مشاهدينا على قناة هلا متابعين من أسواق عكا، وزي دايما بنقول احنا اعمل منيح وزت بالبحر وبحر عكا جنبنا. نتعرف عليك ونسألك على نفس المثل نفس السؤال. أبو سلطان جارحي. أبو سلطان أهلا وسهلا فيك أبو سلطان جارحي من عكا. يعني اعمل منيح وزت بالبحر. أكيد. والبحر قريب علينا. أكيد. قديش أنت بال 2022 قلت يلا بنعمل خير ونزت بالبحر، ولكن لقيت من ناحية تانية مش خير؟ دائما سبحان الله، يعني بتعمل خير بتلاقي شر، بعرفش ليه، يمكن هاي امتحان عليك. من الله، الله اعلم، امتحان عشان تكمل وما تيأسش. صح، يعني مرات بتلاقي انه في تحدي، يعني اعمل خير بتلاقي ابي يلا بطلت اعمل خير، لا بنعود نعمل خير وبنزيد كمان. هاي دائما اكيد بتصير مع الكل. صح. وبسمع بال 2022 يعني صارت على مثل تقولنا نودعها كمان كم يوم. قديش انت متفائل بال 2023؟ لا ان شاء الله 2023 بتكون احسن، وبتكون على الناس وعي اكثر ومحبه اكثر وسلام بينات بعض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. امنياتك هيك على السريع، امنيه خاصه امنيه عامه؟ امنياتنا انه العالم تتذكر انه لازم هي خلقت لانه تخاف الله وتدير بال على بعض وتحب بعض وبزياده. واليوم الله فتحها على العالم، كل شيء الناس عندها، يعني مش ناقصها شيء، بس ناقصها كلمه صغيره وهي حرفين تحب بعضها. صح. حب. ان شاء الله ان شاء الله، يعني من تمك لباب السماء مثل ما بيقولوا. وعقنات هلا بدك تختار لنا رقم من 1 لـ7؟ احنا بنحب رقم 7 لانه هذا اغلب عكا عن جد، لانه هذا مذكور بالقران، 7 سماوات، 7 سنابل، والله بحب رقم 7. رقم 7 حلو، وهات نشوف شو طلع لك رقم 7. نظف بيتك ما بتعرف مين بخشه، وغسل وجهك ما بتعرف مين بشوفه. مش بشوفه، ببوسه. صح، يعني مهم جدا خليكم طاهر. حلو كتير، ونتمنى لك سنة عن جد بيضاء كالثلج مثل كل العالم وجميع الأمة العربية، وحتى ايش بدي اقول لك، كل اشي خلقه الله. مشاهدينا ريحة العطور يعني معبأ السوق كله بتجنن. ونتعرف عليك نبيل، اخوك نبيل من عكا. نبيل من عكا، اهلا وسهلا فيك نبيل. نبيل يعني انت معطر كل الاجواء هون. انا هون عامل انا بتحنا صح المحطة، محطة الريحة اللي بعكا هون. حلو. يعني نبيل قديش اليوم يعني في موضوع مهم جدا عم نحكي عنه اليوم، اعمل خير وزت بالبحر، وبحر عكا هي ورانا قريب. اعمل خير مش بس زت بالبحر، اعمل خير انت تستناش النتيجة. محسوبة عند ربك. ايوه بالضبط، محسوبة عند ربك. انت بتحب الخير لإلك، اعمل خير برجع لك. صح، واذا بتحب الخير لإلك حبه لغيرك كمان. غيرك اكيد احب. قديش اليوم مع النصيحة، احنا بنهاية 2022 وسمعنا على كتير مش يعني اعمال خير، اعمال شر كانت بهال 2022، شو ممكن تقول انت على قناة هلا لكتير ناس عم بيحضرونا؟ انا بقول هيك، الخير انا كيف شايف الصورة اكتر من الشر، بس الشر يعني زي ما تقول ريحته طالعة، يعني ما تحط حبة بندورة خربانة بصندوق البندورة بتقسم، بس قصة صيت قصة سمعة. اما والله يعني احكي لك يعني قصة. كلامك فيه تفاؤل انه اهل الخير موجودين. موجودين وقلائل اهل الشر. احكي لك قصة سريعة بديش اخذ كتير من وقتك. زمان ايامات ما كان في ولاة وكل اشي، كان في والي قاعد بالديوان تبعه، فات عليه شاب قال له منين انت؟ قال له انا من البلد الفلانية. قال له احكي لي كيف وضع البلد عندكم؟ قال له شباب بتسكر، شباب زعران. قالوا على الاشياء السيئة يعني، شباب بتسكر، شباب زعران، بتعرف. بعد نص ساعة ساعة زمان
السلام عليكم وعليكم السلام. فات شاب تاني قال له منين؟ قال له من البلد فلان. نفس البلد. قال له احكي لي كيف اوضاع البلد. قال له المساجد عمراني، اهل الخير، يعني حكى على الاشياء المنيحه. يعني انت وين بتحط حالك؟ صح. بتشوف الصوره. صح. وممكن انه موجود بالدائره اللي فيها كل عفندك تشوف هذا. صح. الاشي بتحط حالك بالدائره الثانيه بتشوف المنيح. ان شاء الله يا نبيل كل الناس تكون شايفه يعني الاشياء المنيحه، زي ما بيقولوا على نص الكاس الملان ما تطلعش على نص الكاس الفاضي. ان شاء الله امنياتك بال2023 تكون معطره هيك هالسنه. احنا نتكاتف نحب بعض. صح. يعني والله كله منا احنا. بعدين يعني لمؤاخذ يعني اليوم ابنك بنتك ببيتك طالع رايح، انت مش عارف وين رايح. صح. مش عارف وين جاي، مش عارف ايش بيساوي، مش عارف مصدر رزقه منين. صح. يعني وصلنا لوضع بطل الاهل يمون على اولاده. ان شاء الله بال2023 يكون اكثر اهتمام من الاهل كمان. نبيل بنهايه لقائنا بدنا نشكرك اكيد، وتختار لنا رقم من 1 لـ7. شو بتختار رقم وليش؟ من 1 لـ7 بختار رقم 5. 5 الاغلب بعكا 5 يا 7. 5 انا اخترته نسبة لعدد الصلوات. حلو حلو. يعني في ناس اختاروا 7 سموات، 7 كمان مذكورة بالقرآن الكريم. والمثل بيقول يعني بدي اقول لك شغلة، ما اكذب من شاب تغرب الا ختيار ماتت شو. يعني في كتير شباب بتغربوا سنة برجع بقول لك اما شو عندي انا عمرات برا. بيكذب عليك، ما عندوش اشي بعد، مش عامل اشي. ما اكذب من شاب تغرب الا ختيار ماتت مين؟ من جيل، مش 1 10 جيل كان عايش معهن هو اصدقائه ماتوا طبعا. من ختيار ماتت اجياله طلعوا له بالونات، لانه كثير كثير مهم المثل. يعني اكذب من شاب تغرب ختيار ماتت اجياله. دير بالك حدا يشهد له. الامثال في بعض الامثال. صح. اللي زتها مش مزبوطة، اما اغلب الامثال حكم. يعني هي نبيل ما نشكرك. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا. شكرا. مشاهدينا فاصل ونواصل من اسواق عكا طبعا، والموضوع مهم جدا، اعمل خير وزت بالبحر، والبحر عكا قريب علينا. خليكم معنا وتابعوا. مشاهدينا لنواصل من أسواق عكا، موضوع مهم جدا خاصة بنهاية 2022 بداية 2023، اعمل خير وزت بالبحر، لابد إلا هالموج يقطفوا عليك كخير أكيد. خليكم معنا مشاهدينا على قناة هلا. حلو طبعا نلتقي بناس من دمر بسوريا، أجوا على عكا يزوروا عكا طبعا ونتعرف عليه. هو طبعا يقطن ألمانيا. أهلا وسهلا فيك حبيب قلبي. أهلين. الله يسعدك. بحب اللهجة السورية شو أقولكم، يعني بتذكرنا بكثير شغلات خاصة باب الحارة. أيوة. على كل حال نتعرف عليك. الاسم خالد الناجي. خالد ناجي من دمر. أنت وليد دمر. وليد دمر من طيرة حيفا. أهلي الأصل. والأصل طيرة حيفا، هلا طيرة الكرمل. وتسكن بألمانيا. 30 سنة بألمانيا عايش. يعطيك العافية. طبعا لهجتك بتجنن وبتحكي عربي منيح طبعاً. مثل معروف كمان بدمر وكمان بألمانيا طبعاً. اعمل منيح وزت بالبحر طبعاً. قديش انت مشيت عليه، اذا كان بدمر اذا كان بألمانيا، وهالبحر رجع لك امواج خير، احكي لنا. قليل قليل قليل، لان عملت خير كتير 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 كتير. والموضوع كان انه انا بألمانيا صار لي زمان، ولما الناس اجت وواحد يقول من بلده وكلن اجوا وساعدوا وقيم وحطوا كل شيء، وبالاخير في كتير ناس ما بيقولوا الكاش مرحبا، بيقولوا الكاش شكرا حتى، ولا شكرا اصلا. للاسف هاي عنا شغله كبيره. صح. انه معظم الناس بتلاقي هيك ظاهره انه بنسوا شو عملت لن. الأقلية اللي برجعوا لعندك بيقولوا لك شكرا. يعني رح تضل بال2023 تعمل خير، ما تغيرت. طبعا بدي اعمل خير. ما احنا ما هو كيف تعلمت؟ عند اهلي، عند ابوي وامي. الناس حكت على الترباي بالبيت، شايف كيف؟ وهذا اهم شيء. ونحن جيل، انا جيلي لسه اكبر شوي من الجيال اللي طالعه هلا، هاي الشغلات ما بعرفوها عاد. صح. شايف كيف صار في تفريق بيننا وبين الكل. يعني عملت خير كتير وزتيت ببحر ألمانيا كمان. انت ما تنسى انه اجوا اللاجئين ب 2015 من جميع دول العالم، واول ما بشوفوا اسم عربي
بيجوا عندك بركضوا ساعدنا ساعدنا. ايوه وبتساوي كل اشي. هاي المانيه ما فيك تسالها. وبعدين هلا صار لنا 4 5 6 سنين هناك بيمشوا بيقولوش مرحبا. بالضبط معناته اعمل خير وزت بالبحر. احنا طبعا يسجل لك عند ربنا دائما. طبعا 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 ما هو بس مع ذلك راح اضل اعمل خير لانه هيك تربينا هيك تربينا بدمر وبالطيره. يعني جمعنا اليوم بين دمر والطيره والمانيا. طبعا انا مو قليل وصلت لالمانيا وضلي 37 سنه يعني شايف كيف. كيف لقيت عكا؟ خلينا نسألك كيف لقيت عكا؟ شوف اشعر بدني. اول مرة بتزور عكا؟ اول مرة بحياتي بزور عكا ولا بزور الارض المقدسة. يعطيك العافية ونتمنى لك كل خير. سنة 2023 بدي في شغلة مهمة. تعرفت على جماعة اخواني اكيد رح نعمل معه لقاء بعد شوي. تعرفت عليهم. تعرفت على ابنه الكبير كمان جابر بقبرص وصارت علاقة جيدة جدا. وهن اصلا اللي سهلوا لي الجايه لهون نتيجه لهون. انا بجوز بحياتي ما بحلم. يعني حققت حلم انت كمان. طبعا حققت حلم طبعا وبشكر. وهي مع صوت الاذان يعني بالخلفيه قديش اشي بعطيك هيك يعني قديش طمأنينة تسمع صوت الاذان بعكا ببحر عكا. وانت قديش من دمر كمان يعني الاذان بدمر كتير بيكون وبالمانيا لهون تيجي قديش هذا الاشي شعور بعطيك مختلف. حلم كان حلم مستحيل. حلو. بالنسبة لي مستحيل. يعني احنا اليوم بدون معادل اجتمعنا لنسمع كلامك الحلو. أيوة. وتوصلنا تحية اذا كان لأهل دمر سوريا وايضا اهل المانيا. بسلم على دمر على مولدي وين ولدت. بسلم على اهل دمر. بسلم على اخواتي على الكل. بسلم على كل شيء بقلبه بعد في حنية. أكيد. مشاهدينا على قناة هلا يعني بعد ما سمعنا الاذان قديش هذا الاذان عمل هيك ذكريات من دمر. ذكريات حلوة جدا جدا جدا. ولما الواحد بسمع الأذان طبعا ولو بألماني بسمع الأذان بحس حالي أنا وين بحل ببلدي بسوريا وبسوريا وبدمر وهون. وطبعا شعور جيد وبأشعر بدن الواحد شايف كيف. على كل حال كمان بدي أذكرك بشغلة يعني مستعملة جدا كمان الأمثال السورية يعني الأمثال الشعبية. بدك تختاروا لنا رقم من 1 لـ7. هيك ببرنامجنا دائما بيختاروا رقم بنهاية كل لقاء من 1 لـ7. شو بتختار؟ 4. 4 في سبب ليش 4؟ بديش أحكي. خلص سر. على كل حال اللي بوقع من السماء بتتلقاه شو؟ اللي بوقع من السماء بتتلقاه الأرض. هذا هو طلعوا له بالونات. يعطيك العافيه. يعني بالونات بالونات هاي على الشاشه بتشوفها. وبدنا دائما تتابعنا كمان بالمانيا وكمان بدمر. طبعا على راسي هلا. يعطيك العافيه حبيب قلبي. مشاهدينا على قناه هلا بسعدنا يكون معنا ابن الناصري موجود بعكا. هاني اشكر اهلا وسهلا فيك. الله يسعد مساك يعني حلو كثير. لو اننا متفقين معك يمكن تاخرت على موعدنا. والله شوف والله كنا بالصدفه مخلصين البرنامج تبعنا وماشيين اخذنا ضيوف معنا من يعني المانيا. اجيت انت يم بالوقت المناسب على مينا عكا. هاني قديش انت بحياتك عملت قلت يلا بنعمل منيح بحياتنا ومنزت بالبحر؟ طلع هذه مشكله المنيح احنا ربناها ببيتنا وكل عمرنا من التعليمات اللي تعلمناها بحياتنا. ايدك اليمين لما بتعمل ما بتعرف ايدك الشمال. فبقدرش اقول لك قديش الكميه اللي عملناها منيحه. اللي عملناه واللي تقبلناه اكيد رب العالمين مسجل لنا. ما بنسعد رب العالمين يعني ما حدا بيعمل خير وبستنى انه يلا مردود. ما في انا عندي ما في ان حتى تربيتنا بالبيت واحنا كيف ربينا ما بنعلم اولادنا اعمل عشان تاخذ. انت اعمل حلو كتير. طبعا ب 2022 ممكن انه يعني مرق فيها كتير شغلات قلنا يلا بنعمل خير ولابد الا 23 تكون احسن من 2022. دائما الامل عندي موجود ولا مره اتفائلت بالاشياء العاطله. بتفائل دائما اشياء منيحه. انا بعمل اللي علي وعارف الطريق اللي انا ماشي فيها. فبقول يا رب انا اللي عملت هذا. انت كيف علمتنا كيف احنا تربينا ما بستنى اي شيء غير ينطيني. قديش بتلاقي الناس كمان يعني احنا موجودين بعكا اليوم والناصر اكيد محبوبة لكتير ناس. قديش لقيت ضيوفك مثلا حبوا عكا كمان وبحر عكا؟ والله المضبوط ضيوفي شو عملت معهم البرنامج. طبعا هذا فضل رب العالمين. يعني ما الى فضل على الجماعة. هذا ربنا انطاني قوة واستقبل ناس طياب من الشكل. وطبعا ما عاد ما سمعت ظروفه للشاب هنا انه كان مغرب من سوريا وعاش بالمانيا. كل شيء عم بشوفه هنا يعني زي ما بقول لك بأشعر البدن.
لانه كثير في شعور هيك انه هالبلاد هي عود وصل اجى لهون زار البلاد. البلاد قديش هي حلوه بلادنا حلوه بتجنن. ما بعلى عليها بلاد مقدسه، انت بتعرف الخيرات فيها من جميعه صح. اللي كله بنطلبه يعني بغض النظر عن الاشياء اللي موجوده، بس انه نطلب شويه اكثر سلام، اكثر هدوء، اكثر نفسيه مرتاحه. والله ما ناقصنا شيء ببلادنا، احنا عايشين مبسوطين. يعني بنضل نعمل خير ونزت بهالبحر، بنضلنا نعمل خير، هذا ما بدون شك انه نعمل الخير وما نطلعش شو عملنا حتى. بالضبط، ما نستنى مثلا انه مردود الخير مسجلنا، نرمي ورا ظهرنا كل شيء، انه ما تغير مسلولك عشان انت واحد واثنين. الدنيا العالم كبيره صح، فخلينا احنا ماشيين على طريقتنا كيف علمونا اهالينا، نعمل خير وبنزت بهالبحر، لابد الا يوم يرجع لنا هالخير. صح، بيستاهلوا هذه الجماعه وبيستاهلوا الخير اللي عم تعمل. اما تغير حالك عشان لا سمح الله فلان وعلنتان، لا ما 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 تغير حالك. على كل حال بنهايه كل لقاء في اختيار رقم كمان من 1 لـ 7. بشرفني انا، بعتز كثير برقم 1. حلو، يعني رقم 1 هو نمبر 1. يا نمبر 1، لانه اول شيء هو الشهر للنص الثاني تبعي. حلو، نص الثاني، وانا بتعرف اللي معها ما يقارب 32 سنه، وهذا ما بنسى المره اللي وقفت جنبي كل هالفتره هاي، ان كان بشده ولا ان كان بفرح ولا ان كان بكثير شغلات. هذا الرقم عندي مميز. حلو، يعني رقم 1. رقم 1 بيقول الله سبحانه وتعالى بسكرها من باب، بفتحها من باب، مش باب زي هذيك اللي غاد، يا من ابواب هذيك اللي غاد الكبيره، يا من باب وشو يعني بسكرها بوابة. صح، yeah. يعني بسكرها من باب الله سبحانه وتعالى، بفتحها من بوابة. yeah. ان شاء الله تكون سنة خير مفتوحة على الجميع من بوابات خير ان شاء الله. انا بطلب من هذا اللقاء الحلو الجميل اللي انا ما توقعتوش، والاشي اذا بسمح لي الفرصة تبعتي انه احكي على سنة 2023، يعم السلام على كل الشعوب ويهدي البال تبع الناس كلها، وان شاء الله ينعاد على الجميع بألف خير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. شكرا لك. الله يخليكم يا رب. شكرا لكم مشاهدينا على قناه هلا، متابعين لقاءاتنا من مينا عكا، وبسعدنا طبعا شباب عكا كمان تكون معنا. نتعرف عليك. ادريس تيتي من عكا. اهلا وسهلا فيك ادريس. يعني انت موجود كل طفولتك بعكا صحيح، والبحر جنبك. صحيح. في مصطلح، في مثل بيقولوه دائما، اعمل منيح يا ادريس وزت بالبحر. قديش هذا صادفته المثل؟ الصراحه هذا مثل بكل حياتي طبعا، لو واحد بيعمل خير بيرجع له خير، الواحد بيرجع شر بيرجع له شر. فالواحد دائما لازم كمان مش يكون كمان اهبل، اللي دائما بس يكون منيح مع كل الناس. كثير ناس ادريس لقاطعك شوي، كثير ناس بيقولوا اللي بيعمل خير بسيط اليوم. يعني زي كانه اذا عملت خير انت مع حدا الناس مستهبلتك. ممكن الناس، شو رايك؟ طبعا انا الصراحه انا من صغري كنت اكثر من لازم منيح مع الناس، وكنت اكثر من لازم اعطي لبرا، وبلشت انتبه انه في ناس اللي بتستغل البني ادم ولله كتير منيح بيستهبلوك وبيصيروا يعني زي كأنه بسيط. هذا منيح يلا بعزمنا، هذا بخدنا، هذا بوصلنا. فبليش من المرات الواحد لازم يعمل حاله منيح بالأول، تنبه تأخذ كيف اللي بني آدم حذر يعني. كل بني آدم اللي بالك بتصرف وحسب كيف بتعامل معاك ترجاله، واذا كان منيح معاك رجاله اكثر من شو اعطاك. انت بتستنى لما تعمل منيح ادريس. يعني اليوم شباب كثير بقول لك انا عندي كثير اصدقاء بعمل معهم منيح، ولكن بلاقي منهم مثلا جفا، بلاقي منهم مصلحه. قديش انت اليوم بعد مستعد بال2023 اللي على الابواب انه يعني تعمل خير بعد؟ 100% بعمل خير، وكل مره بمشي بالشارع، كل مره بطلع خلال النهار بشوف اذا ناس بحاجه لمساعده، واحد بكون ماشي سايق بالسياره واحد بحاجه لشغله، ما عنديش مشكلة أعطي من وقتي، أعطي من طاقاتي الإيجابية عشان بعرف إن هاي الطاقات رح ترجع لي. بتوقع كمان لما أنا أحتاج يوم من الأيام حدا يساعدني ألاقي هذا الإشي إن شاء الله. لأنه صارت معي كتير شغلات، مرة حتى صار معي شغلة بالسيارة وقفت على جنب علقت وما كان ظبط، لقيتش حدا يساعدك. وقف صدفة بعد نص ساعة وقف شاب وساعدني حتى أعطاني. دائما في ناس بتلاقيهم بيجوا بيساعدوا، ولما تشوف خير بتصير بدك تساعد الناس. صح. لأنه في ناس تستاهل. بس شو الإشي، الواحد لازم يكون كمان يطلع على الاشي كمنطق، وكمان مش الناس يستغله بنفس الوقت. فيكون حذر، يكون منيح مع اللي منيح معاه، واللي مش عاطل اللي عاطل معاك مش تكونش عاطل معه، بس بكل بساطة ابعد. ناس يعني اذا عاطلين بدنا نبعد عنهم، ولكن بنضل نعمل خير. امنياتك بال 2023 ادريس، اكيد انت رح تتعلم كمان. نبلش تعليم انا شهر 4 ان شاء الله. إيه امنيات معي؟ ايشك تتعلم؟ هندسة كهرباء. هندسة كهرباء، يعني موضوع صعب جدا، بده كتير هيك الحياة طاقات. كلها بدها طاقات اكيد. فيش بيجي بالهواية. بنتمنى لك كل النجاح. شو كمان عندك امنيات غير التعليم؟ فيش امني معين الصراحة، بس الاشي انه اهداف معينة صغيرة هون وهناك، اشياء بدي احققها واضلني مبسوط، اضلني الواحد يعطي وياخذ منيح بالحياة. فيش هدف معين الصراحة، انه ابلش تعليم وان شاء الله انجح بالتعليم يعني.
وان شاء الله خير يعني. ان شاء الله. على كل حال بنهايه كل لقاء في رقم بدك تختاره من 1 لـ7 ونشوف شو طلع لك من الامثال الشعبيه. انا راح اساعدك. مثل شعبي ناقصه كلمه واحده، اي رقم من 1 لـ7؟ ثلاثة. في سبب ليش 3؟ عالشمس. عالشمس. انت كثير انت بعكا دائما، ولما بصير في شتاء يعني بعكا بيقولوا اللي بتجيبوا الريح بتاخذوا شو؟ شغلات غير الريح. بتصير مرات بقول لك عاصفه او شغله كلمه ثانيه زي العاصفه، يعني اللي بتجيبوا الريح بتاخذوا وهي مجموعه كبيره مش واحدة تنتين ثلاثه. مش الرياح. اللي بتجيبوا الريح بتاخذوا الزق من مش عارف من زوبعة جمع هذا الزوابع. زوابع. طلعوا له بالونات. يعطيك العافيه ادريس. بتمنى لك كل النجاح. كل سنه وانت سالم. ان شاء الله وانت سالم. شكرا لك. مشاهدينا على قناه هلا، اعمل خير وزد بالبحر، هذا هو المثل. وطبعا هون مين اكثر منه موجود بالبحر دائما؟ يعني اذا كان بالنسبه للمطعم عنده بده سمك من وين؟ من البحر. صحيح. نتعرف عليك. محمد الزاهر. اهلا وسهلا فيك سيد محمد. يعني كل عمرك تقضيه بالبحر وتعمل خير وتزد ببحر عكا. قديش انت منتظر بال 2023 انه هالخير يعود لك؟ ان شاء الله بعود البحر ويجيب لنا سمك اكثر من الاول. هاي بالنسبه للشغل. بالنسبه لعملك الخير، يعني بدك تستمر مثلا ب 2023 تعمل خير وتقول يلا منزت بالبحر، لابد الا هالناس تعود تقدر ومسجل عند ربنا. اكيد طبعا. اكيد دائما بدي اكمل انا اعمل خير وازت بالبحر ب 23 كمان. 23 كمان. شو امنياتك بسنه 2023؟ امنياتي يصير سلام والعالم تجتمع هيك بمحبه واخلاص، الناس تحب بعضها البعض. صح. آفة العنف مثلا ما نسمع عن عنف وقتل وكلا. ان شاء الله ما بنسمع عنف ولا قتل ولا ذاك، تكون محبه بس بين الجميع. ان شاء الله. ان شاء الله جميع العالم. اكيد. يعني بحر عكا موجود جنبنا هون وراح نضل نعمل خير على قناه هلا ونزيد بالبحر. بدك تختار لنا رقم من 1 لـ7. 1. في سبب ليش 1؟ 1 لانه بتفائل فيه. حلو. كثير ناس عم تقول لك نمبر 1، هذا احنا بنقول نمبر 1. سيد محمد رقم 1 بقول لك وانت به كثير يعني. ومثل حلو كثير، اللي بقع من السماء اكيد كان معنا تتلقى الارض، ولكن ان كان بدك تستريح يا سيد محمد شو ما شفت قول. شو كان بدك تستريح؟ شو ما شفت قول. ما شفتش. لا مش ما شفتش، كلمه واحده على وزن تستريح. ان كان بدك تستريح شو ما شفت قول. مش استريح. لا مش عاطل، عكس عاطل. منيح. منيح. شو ان بدك تستريح يا سيد محمد شو ما شفت قول. منيح. قول منيح. طلعوا له بالونات على كل الشاشه. يعطيك العافيه وضلك اعمل منيح وزيت بالبحر. يعطيك العافيه. زيت بالبحر بس من زيت بالبحر. كثير وانت سالم. مهدينا من اللقاءات الاخيره بحلقتنا لليوم، بيسعدنا يكون معنا يوسف طنطوري، طبعا بعكا معروف ايضا. اهلا وسهلا فيك يوسف. مساء الخير. اهلا فيك نور. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. كل عام وانت بخير سلف. وانتم بالف خير. يعني يوسف قديش انت بعكا وبحر عكا هي جنبنا، قديش مشيت على المثل اللي كانوا يقولوا لك دائما يا يوسف اعمل خير وزدت بالبحر، يا يوسف اعمل خير وزدت بالبحر، قديش مشيت على هذا المثل وقديش البحر امتلى خير؟ وهل يا ترى في موجه خير جايه عليك او بتنتظرها؟ اول شغله طبيعي هذا المثل اعمل خير وارمي بالبحر. كل مجتمعنا العربي فيه الخير، ودائما اعمل الخير مع كل الناس، مع كل الاهل والاحباب. كل عمل منيح بتعمله بس بيعود عليك بالفايدة وبعود على مجتمعنا العربي بس بالخير إن شاء الله. حتى لو مثلا ما وصلت هالموجة يسجل لك أكيد عند ربنا سبحانه وتعالى. أكيد أكيد. قديش أنت بتنصح الناس كمان اللي عم بيشاهدونا على قناة هلا أنه يا جماعة اعملوا خير وما تكلوش، يعني تستنوش الانتظار. يعني أنا بدي أحكي، كان في رجل إجا عند الإمام علي كرم الله وجهه، سألوا كيف لي أن أعلم هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال له الإجابة عندك أنت، فإن كنت تحب من يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تحب من يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. فلذلك دائما كون من الناس اللي تأخذ منك، تأخذ من عملك، تأخذ من خيرك، عشان تكون بإذن الله من أهل الآخرة إن شاء الله. يعني عن جد أعطيتنا مثل بجنن. ويعني بسنة 2023 كل بقول لك متفائلين خير. 2022 ما كانتش منيحة بالذات على مجتمعنا العربي، كتير سمعنا على جرائم قتل، كتير سمعنا على العنف، آفة العنف المستشري بمجتمعنا، كتير سمعنا هالمصطلح. شو توقعاتك من 2023 وقديش أنت متفائل بالسنة الجديدة؟ أول شغلة إحنا يعني أملنا في ربنا كبير، ولكن إحنا بحاجة كمجتمع إنه ننهض فكرياً ونتطلع على بعضنا أكثر ونتعامل مع بعض باحترام، بمودة، بأخوة، تننهض في مجتمعنا وتنحارب كل هاي الظاهرة العنف وظاهرة الاقتصاد، الجائحة الاقتصاد الموجودة في البلاد في كل المستويات. احنا بحاجة لتآخي، لحب، لعطاء.
فاحنا نتأمل ان تكون سنة 2023 هي سنة خير على عكا خصوصا وعلى مجتمعنا العربي عموما، بس سنة خير ان شاء الله. ان شاء الله على الجميع يا رب، وبدنا نشكرك. ولكن بنهاية لقائنا مثل كل اللقاءات بدك تختار رقم من 1 لـ7. 6. في سبب للستة؟ 6 خلقت فيه بنتي جميلة، الله يخليها ولل 120 ان شاء الله. ايام التين يعني بتذكر اكيد كان عندكم شجرة تين بشي محل هون بعكا. ايوه. ايام التين ما كانوا يعملوا شغلة معينة، فقالوا المثل اجدادنا ايام التين ما في عجين. صح. ايام التين ما كانوا ياكلوا خبز شيلي. ياكلوا حبة تين فيها كل الفائدة، وهذا اشي طبعا يعني نصيحة من اجدادنا لإلك ولكل اهل عكا ولكل اللي عندهم تين. ايام التين ما في عجين. طلعوا له بالونات للشيخ يوسف يعطيك العافية. شكرا لك، سنت خير نتمناها لك ولكل اهل عكا. ان شاء الله سنت خير على الجميع. مشاهدينا على قناة هلا، مسك الختام للقاءاتنا فنان التقيناه بعكا بشوارع عكا محمد جلام، وسبق وكان عندنا على قناة هلا كمان عم نحضره دائما. اهلا وسهلا فيك فنان. اهلا وسهلا فيك حبيبي، يعطيك العافية. تسلم لي. الله يعني بنهاية هالعام احنا ب 2022 رح نستقبل 2023. كل فنان عنده احساس غير شكل. ولكن قبل ما نسألك على امنياتك ب 2023 بدي اسألك على شغلي. احنا دائما بنقول اعمل منيح يا فناننا وزت بالبحر، بحر عكا هي قريب. قديش هذا المثل مشيت عليه انت بحياتك؟ طبعا اكيد مشيت عليه كتير. اكيد احنا بنسوي منيح عشان احنا مناح، واكيد بدناش مقابل لانه المنيح دائما منيح. حلو. يعني عن جد بمسك الختام مهم جدا انه كل الناس اللي متوقعة انه احنا عم نعمل خير عشان نلاقي خير، بلاش تتوقعوا هذا. اعملوا منيح ولابد الا ربنا يسجلكم. طبعا صح. اكيد ألا ما ربنا يكفيك ويعطيك بس المنيح والأحسن. أكيد. بالنسبة للفن، هات أنا يختم لقاءاتنا هيك بعكا مع الفن، شو رح تسمعنا شغلة يعني بنهاية لقاءاتنا وخاصة بوداع 2022 باستقبال 2023؟ يلا نغني إشي لرأس السنة. حلو. يلا. ضوي بالليالي سعيدي يا نجمي بيت قريب، زي اللي عندي يا حبيبي نختم بيها الكون عيد. سما نختم أشعار وسلام. شو أحلى من هيك، يعطيك ألف عافية. يعني التلقائية مهمة جدا كمان للفنان. شو توقعاتك من 2023؟ إن شاء الله بتكون سنة خير علينا، وهيك بخف شوي صغير العنف بالمجتمع العربي، وإن شاء الله بتكون سنة خير على الجميع. إن شاء الله. إن شاء الله. وعلى الصعيد الفني شو عندك هيك مشاريع تخبرنا عليها؟ أكيد طبعا كل سنة وإلى أهدافها، إحنا بنحط الأهداف. حاطط أهداف فنية؟ طبعا. وأكيد أنا طبعا رح أقول لكم إنه إله مستقبل كبير، لأنه يعني سبق وسمعناك كمان مع موسيقى وغير طبعا. تسلم لي. شكرا كتير، وبدنا نقول للمشاهدين إن شاء الله كل سنة وإنتوا سلمين، وإن شاء الله سنة خير على الجميع. والله يوفقنا ويوفقكم. إن شاء الله. هو بحاول يهرب طبعا، ولكن بده يختار رقم من 1 لـ7، أي رقم تختار؟ شهر ميلادي 7. تذكروه طبعا بهدية لفناننا. رقم 7 بيقول ايش كنت في الحارة يا منخل بلشو. يعني هاي كانوا اجدادنا يهتتوا بعض يعني، او كيف يعني يعيروا بعض. ايش كنت في الحارة يا منخل بلا شغلي بحطوها على الدربكة، معروفة من فوق. المنخل مش المنخل، المنخل إلو المنخل هو صح، المنخل من تحت. ولكن إلو يعني برواز بسموه. شو كنت بالحارة على وزن حارة، شو كنت بالحارة يا منخل بلا هالبرواز. طارة. صح. طلعوا له بالونات. شو كنت بالحارة يا منخل بلا طارة. كل عام وانت بخير. قلبي وانت بألف خير. تسلم. مشاهدينا على قناة هلا، وهيك بنختم حلقة غير شكل من عكا، من مينا عكا، من أسواق عكا. حكينا مع كتير ناس، أخذنا رأي كتير ناس بموضوع اعمل خير وزت بهالبحر اللي ورانا واللي عجنبنا. طبعا لابد إلا هالخير يوصل بشي سنة. يعني سنة 2022 انتهت، ولكن 2023 مع كل التفاؤل ناطرتنا على أمل إنه سنة خير تكون، وسنين سابقة أحلى بكتير من سابقاتها إلنا وإلكم جميعا. كان معكم في الإعداد والتقديم بسيم. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير جميعا. لكل اللي تابعنا بال2022 تابعونا كمان بال2023 على قناة هلا، مع تحية طبعا طاقم وإدارة قناة هلا للجميع بسنة خير بنتمناها لكم. كل عام وانتم بخير، وإلى اللقاء.